قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إن قضايا السكان والتنمية والتحديات المرتبطة بهما تفرض على البرلمانيين ضرورة ملحة وعاجلة في الاشتباك الإيجابي معهما وصولا لصيغ تعاونية تعالج هذه التحديات. جاء ذلك خلال كلمة جبالي في أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع البرلماني العربي الأسيوي للسكان والتنمية. وقد أوضح رئيس مجلس النواب أن الدولة المصرية أولت اهتماما خاصا بقضايا السكان بالتوازي مع الطفرات التنموية التي حققتها في كافة المجالات، إيمانا منها بأن الارتقاء بجودة حياة الإنسان هو جوهر تحقيق التنمية المستدامة. لقد أولت الدولة المصرية اهتماما خاصا بقضايا السكان بالتوازي مع الطفرات التنموية التي حققتها في كافة المجالات، إيمانا منها بأن الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري هو جوهر جهود التنمية المستدامة، حيث جاء تقرير التنمية البشرية في مصر والذي صدر عام 2021 ليسجل برهانا دوليا على جهود مصر الإصلاحية الشاملة والتي وازنت بين النهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية وبين وضع الإنسان المصري والارتقاء به في قلب عملية التنمية. كما دأبت الدولة المصرية على مواجهة تحديات الزيادة السكانية باعتبارها تحدياً قومياً في ضوء كونها عقبة أمام الاستفادة الحقيقية والكاملة من ثمار التنمية، وفي إطار مواجهة الزيادة السكانية تبنت الدولة المصرية استراتيجية قومية لتنظيم الأسرة